monsieur le vice-recteur, monsieur les doyens. ولكن هذه الاتفاقية هي ثمر de travail scientifique dans le domaine de la boue. المشروع هذا هو داخل في استراتيجية الأمن الطاقوي. هذا البحث يكون أولا يساعد في تكوين خاطر كاين يعني الشطر التكويني تكوين طلبة تاع الدكتوراه، لأن الطلبة تاع الدكتوراه للمخبر يكون عندهم حظ باش يخدموا في يعني إمكانيات اللي رايحة تعطيها مجمع سوناطراك في هذا التبادل. العقد هذا يتمثل في وضع أطر لبرنامج بحث وتطوير، يتمثل في أولا دراسة محاكاة، وثانيا إنشاء ان بروتوتيب مخباري لدراسة كيفية التوصل إلى هذا المسحوق الأسود المتواجد في الغاز، وفي نفس الوقت البحث عن طريقة التخلص من هذا الجزيء، وهذا يشكلنا طريقة جديدة في معالجة الغاز لكي يكون حسب مواصفات الدولية ويسمح لنا بتصدير الكمية اللازمة من الغاز الجزائري إلى الخارج.